خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أشكر الله تبارك على هذه النعمة، ميزتك اصطفيتك، تحتاج إلى شكر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والمسلم دائما يجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى، والله شكور سبحانه، أي يعطي الشاكرين ويقبل منهم سبحانه وتعالى. قال: كن من الشاكرين. ويجب علينا جميعا أن نكون من الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالإنسان إذا شكر الله تبارك وتعالى أحبه الله جل وعلا. وشكر الله كما قال أهل العلم يكون في ثلاثة أمور: الاعتراف بالنعمة أنها من الله، نسبتها إليه، أن ننسبها أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، لا ننسبها إلى غيره كما قال الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بل تنسب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يثنى على الله بعد الإنعام. الأمر الثالث أن تستعمل فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فما ينعم الله علينا بنعمة النظر ثم نعصيه بالنظر، لا ينعم علينا بنعمة اللسان ثم نكذب ونشرك ونسب وغير ذلك، لا يعطينا الله نعمة القدمين ثم نمشي بها إلى ما يكرهه الله تبارك وتعالى، وهكذا. فشكر نعم الله تبارك وتعالى إنما يكون بالاعتراف والإقرار بأنها من الله، بالثناء والتحميد لله تبارك وتعالى. أمر الثالث باستعمالها فيما يرضي الله جل في علاه.